إن شعبة بن الحجاج حتى بولغ فيه، طبعا هو إمام أهل بصرة في الحديث، حتى قال بعض المحدثين ما العلماء إلا شعبة من شعبة، ما العلماء إلا شعبة من شعبة. إمام أثنى عليه يحيى بن معين وأثنى عليه الإمام أحمد، وله 300 شيخ، ومع هذا كله لو أخذ الواحد منا من 300 شيخ وأي شيوخ إذا به يرى نفسه كأنه عالم من الأعلام. ومع هذا كله الرجل هذا شعبة رحمه الله طبعا عاش 78 سنة وكان في علم الحديث، ومع ذلك ماذا يقول؟ لأنه كان يقدح في الرجال، يقول والله إني أخشى أن أدخل النار بسبب علم الحديث مع جلالة قدره. وكان يقول، لأن النظر في الأسانيد وفي الرجال، يقول احرصوا على عدم التوغل فيه، وتمنيت أني لم أدخل فيه لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فالشاهد من هذا أنه في أول حياته كان مشغفا بالشعر، كان مشغفا بالشعر، فيقول مررت على محدث يحدث فأعجبني حديثه فقلت هذا هو الذي ينفع، فترك الشعر، حتى قال الأصمعي ليس هناك من هو أشعر من شعبة. لكن سبحان الله، يقول مررت بمحدث فسمعت حديثه فأعجبني فتعلمت الحديث، فأصبح إمام أهل بصرة شعبة بن الحجاج. شعبة هذا إذا قال في شخص قولا اعتمد. ومع هذا كله ما الذي بقي؟ علم الحديث، العلم الشرعي. ولذلك ماذا كان يقول سفيان الثوري؟ يقول أستاذنا شعبة. ولذلك لا تحقر نفسك، لكن عليك بالتواضع. ولذلك شعبة رحمه الله أصله مولى، ليس من الأحرار، بل كان رحمه الله، انظر إلى الاجتهاد والنفوس العالية، نفوس عالية حقيقة، كان ألتق به تمتمة، إذا تكلم يتمتم، ومع ذلك ما نظر إلى هذه الصعاب بل اجتهد. ولذلك كانت تمر به شدة من الفقر، حتى إنه إذا حرك ثوبه نزل من جلده التراب من قلة ما في يده. ولذلك قالوا لم يأكل من كسبه، إنما كان له أخوان يتكسبان وكان ينفقان عليه. ولكن مع هذا كله انظر ماذا قال، يقول خشيت أن أو أخشى أن يدخلني الله النار بسبب علم الحديث، بل كان يقول يا ليتني وقاد في حمام، الحمام الذي تخرج منه الأبخرة الحارة يوقد بنار فيما مضى، يقول يا ليتني وقاد في حمام. هذا علم. وأيضا انظر العبادة، سيرته موجودة في تاريخ الإسلام للذهبي رحمه الله، يقول يبس جلده من كثرة العبادة، علم وعبادة سبحان الله. حتى قال بعضهم يقول إذا رأيت شعبة قد ركع قلت إنه قد نسي، وإذا سجد قلت إنه قد نسي، من طول ركوعه وسجوده ومن طول جلسته بين السجدتين. فالموفق من وفقه الله. ومع ذلك انظر، هذه نأخذ منها فوائد وعبر.